يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. في هذه الآيات يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بتقوى الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي التقرب إلى الله جل وعلا بفعل الطاعة وترك المعصية. وأول معاني التقوى هي توحيد الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال: إذ قال لهم ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فذكر الله سبحانه وتعالى عن نبي كريم أنه قال لقومه: ألا تتقون أتدعون بعلا، تدعون غير الله سبحانه وتعالى. وبعلا هذا هو اسم الولي الذي كان يدعوه قوم أولئك النبي، كانوا بينادوا بعل من دون الله سبحانه وتعالى. فقام قال لهم: ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فربنا سبحانه وتعالى الذي رباكم وغذاكم بنعمه، ألا تتقونه وترجعون إليه وتتوبون إليه تبارك وتعالى؟ عشان كده ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. العلماء قالوا زي ما قال ابن كثير رحمه الله، قال: الوسيلة هي التقرب إلى الله بطاعته. قال: وهذا بإجماع المفسرين. عشان ما يجي واحد يلعب عليك يقول لك الوسيلة هي أبوك الشيخ الميت، درم مساكت زول بقنتن وعفن ودود، تاني ما بينفع. فالوسيلة هي التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. فربنا أول حاجة أمرنا بتقوى الله، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والجهاد كلمة جامعة، وهي بذل أو استفراغ الوسع والجهد لإعلاء كلمة الله عز وجل. فمن جاهد بلسانه ومن جاهد بيده لمن له الحق لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. فربنا أمرنا بهذه الأمور العظيمة في القرآن، قال: لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله لو أن لهم ما في الأرض جميعا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عظيم. وأورد ابن كثير رحمه الله حديث الإمام مسلم رحمه الله الذي رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له: يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ النار كيف؟ يقول له، فيقول: بئس المضجع. شوف الكلام ده كيف. فيقال له: لو أن لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: أي والله يا رب. فيقال له: قد أردت منك أقل من ذلك فأبيت. ثم يؤمر به فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله. شكد ربنا قال: لو أن لهم ما في الأرض جميعا ليفتدوا به، شان يدفعوا، شان يمرق من نار جهنم، ربنا قال: ما تقبل منهم
ولهم عذاب عظيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم عذاب دائم لا ينقطع. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وأشركوا بالله جل وعلا، كما قال المسيح في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك الإنسان يتوب ويرجع إلى الله ويصحح العقيدة التي فسدت في هذا الزمان عند دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها طرق تاع الشياطين، ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بها المسلمين. من أجاب هذه الطرق ومات على هذه العقائد دخل نار جهنم والعياذ بالله. طرق يا زلج يقول لك أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي، ده داري يوديك الجنة؟ زول بيقول لك أنا قاعد على عرش ربنا سبحانه وتعالى، ده داري يوديك الجنة؟ واحد يقول لك أنا كلامي الصلاة الناجرة هو من رأسه صلاة الفاتح تعدل القرآن 6000 مرة، ده داري يوديك الجنة؟ واحد يقول لك من أكل طعامنا ها ومن رأى الشيخ يوم الاثنين ولا يوم الجمعة أنه من أهل الجنة، فداري دخلك الجنة؟ واحد فكيه صوفي يقول لك إنه الفكة يبتعنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم جاني يقظة لا مناما، فكيه تخيل فكيه ما عنده أي علاقة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجي يقول لك من أكل طعامنا ومن رآني يوم الاثنين والخميس دخل الجنة. ليه يقول لك أن احنا البيوت فن بين الشيخ أبويا الشيخ زعيط وأبويا الشيخ زعمور فإنه لا يعذب في قبره. والله كل المانع بتاع عذاب القبر إنك تدفن بين اثنين صوفية، ده كله من الكذب والافتراء. بيزعموا فكيا ودجالين وكذابين وأفاكين وكتب منشورة منتشرة بين الناس للأسف الشديد، بيزعموا لك إنه الواحد فوقهم بيهرش ملك الموت. تخيل كتاب اسمه زهير الرياض، هذا للكتاب فصل كامل، قال في فسحة من حضرت لقبض روحي ملائكة الموت ونحو ذلك. قال الشيخ جو جماعة قالوا له والولد بتاعنا ده عيان، قال لهم ولدكم ده ما عيان لكن أجل تم، ده في الكتاب ده، هذا لي ديل شيخ عمك ده تاع الزريبة، تعرفوا تاع الزريبة تاع مصر المؤمنة، ده شيوخه ذاته العينه. قال لهم الولد ده ما عيان لكن الولد ده أجل حضر، وأجل حضر بتعرفوا أنت؟ أجل حضر بتعرفوا؟ فقال لهم لكن لو هو قاعد هنا ده، لو هو قاعد هنا ده ملائكة الموت ما بتقدر تقبض روحه. تخيل ديل صوفية صوفية خطرين جدا. اتخيل فكي زي ده ملك الموت ما بيقدر يقبض زول في المسيد حقه، والفكي ذاته تلقى بيتفر في عربيته في الصب بتاع البنزين، يا فكي ما تمرك خلينا نحن نكب، انت ما شغلتك مجية وانت داير ذاته بالبنزين، شنو المفروض انت تطير؟ المفروض الصوفية ديل ما يزحمونا في المواصلات، او اي صوفي من هنا الوحدة وكمان تشيل معاك نفرين ثلاثة، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ترفع عليك كم نفر كده تمشي بهم العرب تقطعون وتجي راجع بعدين، فهمت؟ لكن عشان تعرفوا شغل بتاع كذب ودجل. وكل اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. كل مرة بتجي حاجة تفضح لك الفكية والدجالين. يا اخي واحد في جبرة
فكدت على قادريه في جبره هنا. الحرامي سرق الاكسن بتاعه وهو شغال يشخر واظن ريالته بتكون سايله. الصباح فتح بلاغ عند ناس الدار، يا فكي انت بتجيب الرائحه؟ ده الحرامي شال العربيه ذاته، خليك من البنزين يا ناس ما ترجعوا لربنا. ربنا قال ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. ابن كثير قال الباساء والضراء هي الفقر والمجاعه والمصائب الزي دي. قال ولقد اخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتمسكنون ويتوبون ويرغبون الى الله سبحانه وتعالى، لعلهم يتضرعون. ربنا قال فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل ارايتم قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به؟ من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون. ناس بيلعبوا على عقول الناس وينشروا بين الناس الشرك وما يخافوا ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل أفأمن الذين يمكرون السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ ها؟ الناس القاعدين ينشروا الشرك بين المسلمين والذين ينشرون الباطل بين المسلمين ألا يخافون الله؟ ألا يتقون الله تبارك وتعالى؟ يأصلوا للناس الباطل والبدع والشركيات والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون أن هؤلاء العباد ضعاف ليس لهم من الأمر شيء. ربنا سبحانه وتعالى قال وإن يمسسك الله بضر، بضر دي جاءت نكرة وجاءت مجرورة لاستغراق النفي وإفادة العموم. ربنا قال وبعدين جاءت جملة شرطية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. غير ربنا سبحانه وتعالى ما بيملك لك حاجة عشان تدخله مع ربنا سبحانه وتعالى. ده غير ربنا سبحانه وتعالى وقعت وكفرت بالله، وقعت في الشرك وبقيت زول بليد، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ده بليد، البنادي غير ربنا سبحانه وتعالى بليد، ما بيفهم، ما عنده عقل، ها؟ ما عنده راس. ليه؟ لأنه دعا الزول الضعيف الفقير الما عنده حاجة. فقراء ما عندهم حاجة في السودان، أي فقير في السودان من حكمة ربنا ربنا ابتلاه بحاجة. ولا كيف ماتوا؟ كيف الفقراء دي بتاع الزريبة ربنا ابتلاه بحصحاصة تناديه مجازا، تناديه كناية، تناديه مدحا، تتغزل فوقه تقول لي عويناتك يا ابويا الشيخ وضيناتك وانا مما شفتك قلبي حس السعادة، برضو ما بيملك حاجة، هو نفسه ما بيملك حاجة. ربنا قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وربنا قال عنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ربنا ابتلاه بحصحاصة قعدت له في بطنه ما قدر يشفي روحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم لك الموضوع ده، وربنا سبحانه وتعالى حسم لك الموضوع ده. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل له وجع أو حصل لإنسان وجع أمره أن يقول اللهم رب الناس. شوف التوحيد ده كيف توحيد، تجي تقول لي عمك بحجبات ده حجبات الفشن كذي حجبات فشن حجبات مواسير، والله ده تعلقه غير انه يكون كيلو زيادة عليك وفقدك سعرات حرارية وعرق، تاني ما تستفيد منه حاجة.
اللهم رب الناس مذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. شوف الكلام ده كيف. وربنا قال لك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وربنا سبحانه وتعالى تحداهم فهمت. وفي واحد برضو بتاع الشكينيبة تلقاه كاجم عينه فهمت عيونه ما مفتحة زي الناس وعامل له ولابس له حاجة كده فهمت. عراقي عامل كيف وطاقية عاملة كيف فهمت. أبو قرون وبعصاتا سيف وبضلعا حديد وبزعموط وكلهم ما عندهم حاجة وكلهم أي واحد فوقهم أن عنده تيبي وأن عنده سل فهمت والكراع ما مكان وجه. أنا إحنا ما بنتكلم إنه ده ما خلق الله لكن هو لنفسه ما بيملك حاجة ما بيملك حاجة فهمت. فعشان كده أنت ما تمسك في الضعاف ديل ومش عشان تبقى كافر إلا تقول لا البرع إلهي لا 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 دعيته حق الله أي أديته حق ربنا سبحانه وتعالى أي كده أنت عبدته مع الله فهمت. ربنا قال ومن يدعو مع الله أها قال شنو قال إلها آخر مما دعا مع الله ربنا سماه شنو إله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الآية دي نعملها شوربة ولا كيف يعني الآية دي نسوي لها شنو نشحد بها نمد القان نقول للناس الدولة حق رمضان بالآية دي نشحد بها. آية دي ما بتشتغل عندها تاريخ بتاع إنتاج معلبات ها ده ما كلام ربنا سبحانه وتعالى ليوم القيامة. كلام ربنا يصلح لكل زمان ولكل مكان. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أوصاف للبيفهم لكن دي الملانين من حياة وأدمغة بليدة أدمغة فارغة فاشلة لا تعرف غير الشرك والتعبد لغير الله والتذلل للمخلوقين. ربنا ذكر أوصاف قال ومن يدعو وعلق بالعموم حتى يبعد الإنسان عن هذه الأوصاف التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. عشان كده ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ما عندك دليل عندك دليل تنادي مخلوق زيك راجل شنباته زي يد الجردل فهمت. وتلقاه سمين كرشته دار لا درداقة وتلقاه ماشي كيف وأكل له أكلة بتاعت فيتريت وكوم بتاع طماطم وضرب له مهيوبة وربنا رزقه وملى له كرشته ويترع عقيدتك وين عقيدتي في أب أب أبتس يا زول يا زول ما تخاف من ربنا سبحانه وتعالى وترجع لله. توب لربك يا أخي ده بيملك لك شنو ملكوا لنا شنو أسر ما تقعدوا تلعبوا علينا يا أخي. المسلمين ضربوهم عوقوهم المصائب والنكبات جات على الناس فهمت. المعيشة بقت على الناس صعبة وين الفكة بتاعنا الصوفية وينهم شغلهم بيشتغلوا بتين. عشان كده يا أخواننا اللي بيتعلق بغير الله سبحانه وتعالى ذليل واللي بيتعلق بغير الله سبحانه وتعالى بيخذل أحوج ما يكون إليه. عشان كده ربنا قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. شكد الناس المفروض تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا قال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. العلماء قالوا أي قرية وأي ناس وقوم يكفروا بأنعم الله ولا يقبلوا دين الله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. عشان كده ربنا قال لناس مكة قال لهم أكفاركم خير من أولئكم انتوا ناسكم ديل أخير من الأولين لأنه دي الآية دي فيها رد على زي لا 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 وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير البهنق البيجاي ده فهمت. الآية دي فيها رد عليك
ربنا قال للمشركين ليه ربنا ما يعذبكم؟ انتوا اخير من ربنا اهلكم الاوائل احسن منهم في النسب في المال في الجمال في الحسب في القوة في شنو؟ اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة في الزبر؟ ولا عندكم في الكتب الاولى براءة من الكفر والنفاق؟ يا اخي اذا كان ابن ابي مليكة كان بيقول ادركت 30 الجماعة دل احسن من الصحابة، قال 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. صحابة ربنا نزل فضلهم وكرامتهم ودخولهم الجنة في القرآن، تجي تقول لي ناس قريترا حق ديل ناس قذل فديل بورطوب. والحمد لله الشعب السوداني فهم الموضوع ده، والناس دي عرفت، ناس دي عرفت، ناس بقت واقفة في صف البنزين بتقول لك والله دي عمى إلى الناس وكده، فهمت؟ الناس بقت تخاف ربنا سبحانه وتعالى، ودي نعمة من الله سبحانه وتعالى. ونحن بندعو الناس انه يتوبوا ويرجعوا الى الله ويفكوا بيوت العناكب، عناكب قاعده للناس، بيوت فارغه. ربنا سبحانه وتعالى قال وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. اقدم الاخ الشيخ مزمل فليتقدم مجزيا مشكورا.